واخيرا نزل متجر لغومتي يا جماعه، خلينا نشوف حظنا ونشوف. نقول بسم الله، بس ما تنسونا باللايك. ليتس جو. شوف بسم حظنا هالمره يا طيبين. انا اسمي غرفه دايما بنسى اشبك. وش مشكلة شو عم يصير؟ اوكي شاب، صار عندي مشكله بالاتصال ونعيد مره ثانيه. اوكي يلا ان شاء الله تزبط هالمره. طبي مشكلة بالشبكة مرة ثانية. اوكي لازم ناقص 90 يا شباب. معلم شو عم بيصير معلم؟ الو ناقص 90 يا جماعة، عن جد شو عم بيصير معلم؟ يا سلام عليك، تفرجوا معلم في تحت ناقص 90 يا جماعة، كثير مظلوم. يلا خلينا ندخل نشوف هذا شو هذا الموجودات. اوكي يا سلام. اوكي هون عندنا هذا السكين الرئيسي المتجر غمض يا طيبين، مثل ما انتم شايفين يا اخي. هي العلامه هي بتذكرني بشيء انمي هون ولا شيء افلام كرتون. هي العلامه هيك ما اعرف شو كانت. يا الله يوكي يو كانت اي والله ما اتذكر. المهم شو بيكون عندنا ثاني؟ نعمل تبديل. عندنا السكين الثاني تبع البنات، صراحه سكينات حلوين كمان. ما اشوف شيء حلوين حلوين، ما بعرف شو عم بقول انا معلم الصبح. اوكي خلينا ندخل نشوف شو في. مش ما في اوه هون عندنا. اوكي تمت الصفقة معلم. عم يقول لك الاسم 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 الرخصة تمت الصفقة. اوكي هون شو في عندنا؟ هون عندنا بطاقات حاضنة تمام، عندنا برومات، عندنا اوه مخطط. أول مرة أشوف مخططات شباب متجر غامض، شو عم بيصيرون؟ مخطط واحد يعني. اوكي عندنا هون صندوق الدراجون، هذول تبعت شو اسمه بتطور فيه سلاحك. عندنا هون كمان صندوق، هذول التطويرات. عندنا شو هذا تبعت التوكن كتاب تشعبي، وعندنا هون كتب شعبي، هذا كتاب شعبي ثاني صندوق. نفسه عندنا هون صندوق ثاني، وعندنا هون صندوق بي 5. اوكي شو هالبي 5؟ هذول ام بي 5، هذول الجميلين. اوكي عندي اياهم. عندنا هون السكوت توكن تطور بيطور، كلهم صندوق تطويرات. حلو، هي بالنسبه لصفحه الشب تمام. خلينا نجي ناخذ لهون، ناخذ اول شيء يعني ناخذ هالرقصه معلم. اوكي راح نحطها بشي مكان يكون تعالوا نحطها، والله ما اعرف وين نحطها. طيبين خلينا نحطها حلو. يلا اوكي هي جبنا، حطينا الرقصه، نشتري هالعشر بطاقات الرومات باللوز. وهون في عندنا 60 بطاقه يا شباب، بس المشكلة معلم هدول بينتهوا 31/8 تمام؟ لأنه أنا بشوف صراحة الحاضنة هي الأخيرة نزلت، أنا حرقتها وقتها. أوكي؟ راح نشوف، راح نشوف. لا والله في حاضنة جديدة ولا شلون؟ إيش هو ده؟ أبا الحاضنة الجديدة ما نزلت هي يا شباب. من جد هدول الحاضنة؟ ألو؟ من جد هدول الحاضنة يا شباب؟ وين معلم؟ يا شباب انا مصدوم، انا ما بعرف انه كان فيها الحاضنه هي. اوه باللوز باللوز يا شباب باللوز. ما كنت ما انتبهت. تصدقون ما انتبهت لي يا شباب. تمام احنا شو ناخذ هال 60 حاضنه مع البطاقه، نروح الحاضنه بعد شوي كمان. بالنسبه للام بي 40 عندي اسلحه الام بي 40. اوكي راح نجي ناخذ هذا السكين. اوكي نعمل فتح وتزويد، نجربه شوي هيك بالجيم، نشوف شكله بالجيم. رح ناخذ هالبطاقة هاي تمام، رح ناخذ هال 60 و 480 شباب حبيبي والله. بطاقة تغيير اسم، ناخذ هالمنجل كمان يا سلام. حلو، وناخذ هالقلع سلام. يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا جميل. ايوه بنطلع لفوق شوي. ناخذ سكين بنت كمان، سكين بنت تحت خليه على جنب. اوكي اوكي نطلع لهون، نجي لهون. اوه في هون ال شو اسمه القلب، ايش هذا يا جماعه؟ ازرق واحمر ولا بنفسجي؟ شو شايفين انتم؟ والله جميل. نحطها ندخل نشوفها بالجيم بعد شوي. الان شو وضعنا يا معلم؟ عندنا الان يمكن 100 و120 بطاقه حاضنه. يلا روح يلا روح معلم، اقوى حرق معلم. يلا روح
ايوه روح اضرب اضرب ايوه نحرق الرول حوالين المعلم. طب يدافع عنا طب صوت سعيد نشوف معلم كم راح يطلع لنا بالاخير. ايوه اضرب يا جميل سلام عليك. ايوه حلو 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 نسيين يلا خلينا نشوف والله صراحة البيك الاخضر لازم نشوف البيك الاخضر كم صار عنا يا جماعه. طول حدا ما بطلع لي ابدا ما بيطلع لي بمخططات الام بي 4 دي بالجوز بطلع لي سبحان الله. حلو نجي هون نحط المخططات كمان بطريقه نشوف شو راح نطلع من السكنات. بس واحد السكنات انا ما بلعب فيهم كثير طلع عجلة خلاص حركنا 120 دفعة على اللوز. هذا شوف شو نقدر نجيب الان هيك على السريع من المخططات من الاشياء هذول جبناهم هذول جبناهم وقتها. هاي شو نقدر نجيب هون يا معلم جاب هون السكن هذا اوكي هذا عندنا ثلاثة خلينا نجيب السكن الشاب هذا كمان بطريقنا تمام وباقينا شكون كم خمسة خلينا نجيب تبع السكن البنت. حلو حلو اوكي هي جبناها انا عندنا حنا 11 ولا عندي كلياتها يا جدك اوكي يلا ما في مشكله باللوس ب 40 عندي كلياته تمام. شو بقى عندنا؟ ايه حبيت اروح اشوف شباب راح ندخل بعد شو بس نشوف كم عندي صار بطاقات من الكريستال هذا. وينه هذا كان؟ يا ول وينه؟ سوري في شو المتجر؟ اوبا منزلين اشياء جديده واو وحلو هالحقيبه معلم اللوز ادخل نجربها بالتدريب بنفس الوقت منزلين سكنات بنت نجيبهم يلزموا معلم يلزموا اوكي دائما بجرب بجدد اشياء حلوه صراحه بجي حطوا دائما بحطوا اشياء صراحه شيء كثير حلو. ايوه نخش في الرويال كروس كم ساعه صار عندي 331 يا شباب اوكي اوكي رح نجمعهم شباب لازم نجمعهم لازم نجمع شباب اكثر من هيك لازمنا كثير لانه كله في 200 رح نجمعهم كثير لانه انا حابب اجيب هذا السكين عيني على هالسكين وهذا السكين كمان خليهم عليهم على الوقت وهذا السكين حلو كمان تمام باللوز اليوم على رواق تمام اوكي شباب ما طول عليكم كثير ندخل هيك على الساعه 9 ساعه التدريب نشوف السكين هيك كيف شكله بالتدريب وباللوز طبعا كل شيء يا شباب بس شو تنسونا شباب اللي مش مشترك بقناتنا الاولى قول هون يشترك تمام فتح قناه جديده شباب اللي ما يعرف عرفت الان اوكي ربط القناه تحت بالوصف شباب اوكي القناه الثانيه شباب فيها كل شيء مشكل اتمنى تكون تعجبكم شباب الفيديوهات الاخيره عم ننزلها بس شباب اللايكات مشاركات شيرات يلا نكمل نشوف هون كمان شوفي ما في هذا السكين طبعا هذا هو السكين معلم جديد راح اقول لكم شيء ونسيت والله تذكرت مره ثانيه طبعا شباب انا كثير صاحب صراحه على البثوث المباشره بتسلم كثير صراحه يعني بتسلم كثير 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 حابب افتح لكم بس يعني ونعمل لكم هالرومات وضحك وكل شيء باللوز لهيك شباب وضع هالفتره مو كثير باللوز للاسف ما في كثير كثير ما في كثير كثير وقت حبيبي والله مثل ما انتم شايفين شباب يعني فايق غشيت بكير وعامل لكم الفيديو رح نزل لكم اياه وانزل بيها الخدمه فهمتوا اوكي هذا هو السكرين معلم خلينا نشوف الرخصه كمان بس وقت على السريع عشان ما نتاخر على الخدمه طيبين ما الخدمه مهمه يا شباب انتم مهمين باللوز يلا هي الرخصه اوكي رح ندخل نشوف الحقيبه تمام اي الحق لا وين الحق انا خافيه يا شباب او ديم هاي زي كذا بيكون مقطع انت بكون انتهى مقطعنا اليوم ان شاء الله استمتعت وانا بهذا المقطع اعطوا رايكم شباب نسبة حظ سعيد يا شباب مو طبيعي اقسم بالله شوفوا على خير السلام عليكم لا تنسوا تشتركوا بالقناه الثانيه اوكي يلا باي.